makarda kyo sab راحت علينا الضحية صارت للأطفال بس يعني خيمة واحدة وكومة ولاد وعيلة ولا تاخذني المطبخ ضيق وبيطبخ وكل شيء يعني الصراحة عيشة بنوب هون بالنسبة احنا معدومين يعني معيشة الولاد صفر يعني ما عندنا شيء نقدم لهم والدراسة يعني ما في 10% وضاع المعيشية صعبة وولاد في عم يروحوا على المستوصف كلهم عم يعطوا دواء واحد نوع واحد ما خرج امراض صارت كلها وحدة بالمخيم كي ما سيقلك هي كي ما سيقلك هي ويعني اكثر شيء جالي زاروك هذا يعني روشه ما بر خرابه وبخدي زاروك ما نا مدرسه نا وكنا قلت تشكي باش تنيد مخيمات هذا الوضع صعب كثير خاصه يعني الاطفال متعودين ان كانوا ساكنين ببيت وبارضهم فجاه صار حرب ونزحوا يعني وين اجوا سكنوا مو انه الواحد انه نقل على بيت ثاني او حاره ثانيه لا انه خيمه يعني صعب كثير واحد من بيت لخيمه يسكن فيها صعب الادويه بي موجوده وبتروحين عليهم ضمن الساعه قالت الاخت يعني 12 بعد 12 تروحين ما يسجلوا لش تسجيل كل شيء محرومين لا لباس زين لا يعني نحرمه من كل شيء ابني يعني هسه عمره شيء 12 سنه قاعد يشتغل بنجاره جديد بستون ودون وتعليمي قش كاني بر يعني ياك جور كتب تنا انا دفتر تنا انا دربوسي دبستون وببن يعني قش كنت ما بر يعني تشتي خو كيمن يعني دامي هرو مرض بين انه تند بها كدويك مرض بين فلون تشتي عم نكم خدمي لانه شغلتنا معيشتنا يعني عم بر اوكس اوستانجيود فردو دكشينن